الخير مشاهدي يو تي في، حلقه جديده من برنامج هاتريك. طبعا حلقتنا اليوم راح تتناول طبعا مباريات الجوله 15 من دورينا لهذا اليوم، 5 مباريات اكيد راح طبعا نتناولها هذه الليله. طبعا نرحب بضيوفي الكابتن شاكر محمود محل البرنامج هاتريك، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك كابتن، ورحب ايضا بالكابتن ابراهيم سالم، اهلا وسهلا بك، وايضا نرحب بالكابتن هيثم محمد علي، اهلا وسهلا بك كابتن. وراح ينضمنا طبعا بعد مباراه النفط ونوروز، طبعا راح تكون فقره فار وحكم الفار في البرنامج، فراح يشخص بعض الحالات اللي حدثت في ال5 مباريات لهذه الليله. نبدا مع ابرز العناوين. نفط البصرة يحقق المفاجأة ويتفوق على القوة الجوية بهدف نظيف. الطلبة يحقق الفوز على الكرخ ويصل لصدارة الممتاز. الصناعة يعمق جراح أربيل، والنفط ونوروز يتقاسمان نتيجة مباراتهما، وزاخو يحصد نقاط مباراته أمام نفط الوسط. مدرب نوروز ولي كريم يفتح النار على الحكام، ومشرف فريق النفط مشتاق كاظم يوضح أسباب تردي نتائج فريقه. إذا كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذه الليلة، خلينا نبدأ مع أولى المباريات، هي مباراة النفط ونوروز. هذه المباراة طبعا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يعني مباراة انتهت بالتعادل، هذا هو الهدف الأول بالنسبة لفريق النفط عن طريق فينيس أنتوي اللي سجل الهدف الأول لفريق النفط. نوروز عادل النتيجة بعد ذلك في طبعا بهدف أيضا عادل النتيجة، وهذا هو الهدف الثاني اللي جاء طبعا في الدقيقة 83. هدف التعادل لنوروز، هذا هو هدف التعادل لفريق نوروز. كابتن شاكر، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم 5 مباريات فنحتاج السرعه ركض اليوم. طبعا هي مباراه كان المستوى دون الوسط، ومباراه الشوط الواحد، الشوط الاول كانت السياده لنادي النفط، سجلوا هدف واضاعوا ضربه جزاء. الشوط الثاني 45 دقيقه مع 4 دقائق وقت ضايع، 49 دقيقه كانت لفريق زاخو بفضل تبديلات نوروز، تقصد نوروز العفو، بسبب تبديلات كابتن ولي. واجمل من المباراه هذا الهدف اللي سجله اوليفيرا مارادونا. مارادونا بس برازيلي، هذا برازيلي يعني ماخذ شويه من مارادونا نقول، يعني لين هذا الهدف التاسع برازيلي، لين هذا الهدف التاسع له بصراحه، اي هدف التاسع له بالدوري. فكانوا نوروز اكثر حيازه، اكثر وصول للهدف، خطوطه متقاربه، يعني اللي باقي بعد اكثر كانوا يسجلون الهدف الثاني. استغرب على نادي النفط الرجوع الاكثر من اللازم بعد تجيلك الهدف، المفروض انت من سجلت هدف تبادر بالهجوم، تكسب المباراة أكثر، لأن الخصم فقد الثقة بنفسه، فتعرض لعدة هجمات، فأشوفها النقطة كانت هي بصالح النفط وليس بصالح نوروز. طيب كابتن إبراهيم، رأيك أنت؟ طبعا أكيد، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكل الضيوف الكرام مشاهدينا. مثل ما أتكلم الكابتن شاكر، أنت اليوم تريدنا كله باختصار نختصر. النفط لعب شوط أول ممتاز جدا، اللاعبين اللي يمتلكون المهاره والخبره اليوم صراحه شوط اول تفاجئنا بمستوى النفط الحقيقي اللي احنا ننتظره منه خلال المحترفين اللي عند منتظر محمد وحسن داخل، اضافه قويه كانوا لنادي النفط اليوم. لكن كره القدم تلعب على 90 دقيقه، مشكله نادي النفط انه رجع للوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي بالشوط الثاني. نوروز قدم مباراة كبيرة، يمتلك الشخصية، الأدوات اللي عند ولي كريم لعب بطريقة يعرف يعني أوراقه وشون يلعب بيهم. لاعب مارادونا نثنى عليه، عندما يكون عندك هداف من أقل الفرص أنه ممكن يسجل لك، هو هذا اللي ينهي اليوم الهدف التاسع له. وايضا دينيس اتاوري اللي سجل للنفط ايضا 8 اهداف،
إذا أكو أنا أشوف إنه أكو خلل في نادي النفط، لكن المباراة إذا أرد أجيها بالشوط الثاني كان الخلل وين؟ الخلل في نادي النفط إنه التراجع هذا الرهيب كأدوات موجودة داود كأدوات موجودة أنا أشوفها، العناصر ممتازة، قد يقول يعني يكون إنه يحتاج الوقت، لكن الوقت قلت لك إضافة اليوم منتظر محمد كنوش كابتن جولة 15 شو يحتاج؟ لا مو احنا نرجع وتقول نادي النفط معودنا انه دائما بالمرحلة الثانية يرجع، لكن كعناصر ارجع ومن جامل بهذا البرنامج احنا من جامل، يمكن البارحة اكثر من شخص اتصل علي وكلمني انه انتقدت المدربين والكذا، احنا انتقلنا حالة ايجابية حالة سلبية يا داود، انتقال المدربين بالسرعة وكذا، لأن المدرب هو اللي يطور اللاعب مو يدمر اللاعب، صح؟ صح. فإحنا اليوم أرجع وأقول بصمة حكيم شاكر لا زالت إنه الفريق ما عنده ثقة بنفسه، لاعبين فاقدين الثقة، فاقدين روح الفوز كنادي النفط. أما المشكلة باللاعبين أنت لا، الوحدة بأمرها زين، الوحدة بأمرها ممكن لاعبين ما يوالمون فكر المدرب، لكن نرجع ونقول أنا أعتبر إدارة النفط من الإدارات المميزة اللي تدعم المدرب، وأتمنى أنه دعمهم أنه يلقي بثمارة بالفترة القادمة، لكن مع ذلك أنا أشوف أنه اللاعبين مع فكر الكابتن حكيم شاكر شوية أكو مسافة ومساحة بيناتهم. نوروز مثل ما عودنا فريق ممتاز من ذاك الموسم الفات مع ولي كريم، وأتصور أنه كان يستحق الفوز اليوم مو نقطة التعادل. زين طيب نأخذ نتابع تصريحات المدربين أو الكابتن مشتاق كاظم والكابتن ولي كريم. خلي أسميه النحس لازم فريق النفط يعني بهذا الموسم، رغم غيرتوا مدربين استقطبتوا لاعبين، لكن ما أعرف فريق ضيع فرص ويقدم أداء جيد، لكن أغلب المباريات في الشوط الثاني تراجع مستوى الفريق ويضيع فرص كثيرة، الخلل والمشكله وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اقول اليوم يعني الشوط الاول كان شوط مثالي، يمكن يعني سجلنا هدف اللغة بسبب كان انا اقول نقطه التحول بالمباراه هي جزاء، يعني الجزاء جت دقيقه 46، يعني يمكن مسجلين هذا هدف كل شيء تغير، بس هذا مو مبرر. ثاني شوط ما كنا بوضعنا الطبيعي، يعني انا اسال نفسي واسال اللاعبين شنو اللي صار، يعني محاضرة وشخصنا الأخطاء، المدربين شخصوا الأخطاء، بس ما أعرف شنو السبب. يعني مع الأسف أنا أقول إن شاء الله يعني هذا الموسم، أنا أقول موسم غير مثالي لنادي النفط، يعني كنا دنعاني كنا حزنانين كإدارة وكلاعبين وككادر. الشوط الأول كنا سيئين جدا سيئين، أكثر من 5 لاعبين ل6 لاعبين كانوا سيئين بالمباراة، فتكلمت معهم قلت لهم راح أعطيكم فرصة أكثر راح تبقون بالملعب، جرينا تدريب تبديل واحد، غيرنا من أسلوب اللعب، رجعنا على الطريقة العامة اللي لعبناها 4-4-2 ماسية للداخل، سيطرنا على المباراة بشكل كامل. جدا فرحان أني كنت بغض النظر عن هدف التعادل أو غير هدف التعادل، أني فريقي أني أحب يلعبون كرة القدم، إن فزنا إن خسرنا إن تعادلنا، وأنت مثل ما تشاهد أكثر فريق إحنا بالدوري يمكن خسرنا إحنا، فما تهمنا بقدر ما تهمنا أنه نقدم أداء، اللاعبين يكونون راضين على أنفسهم، الجمهور يستمتع بالمباراة، إحنا ككادر نحس أنه واجباتنا دا تتطبق بالمباراة، الحمد لله والشكر لله. يعني مثل ما شاهدت الشوط الثاني يفرق يعني 180 درجة تقريبا، إذا ما قلت 360 اختلف. شكرا للكابتن كابتن مشتاق كاظم والكابتن ولي كريم. اللاعبين أيضا الفريقين أيضا تحدثوا بعد نهاية المباراة. فنيا أعتقد أكو فروقات بين الشوط الأول والشوط الثاني، شنو اللي اختلف كابتن؟ الشوط الأول قدمت مستوى جيد، الشوط الثاني تراجع الفريق بشكل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر، نقطة أفضل من لا شيء، فريق نوروز من الفرق الجيدة بالدوري، لكن كان هدفنا احنا نحقق نتيجة إيجابية في سبيل نحقق المسار. تعرف انت شفت المباراة، قدمنا مباراة جيدة بالشوط الأول وضيعنا العديد من الفرص، وخصوصا ركلة جزاء ضيعناها، سجلنا هدف كنا الأقرب يعني الشوط الأول نحسم المباراة 3 أهداف تقريبا، لكن الحظ
وارد في كرة القدم دائما يعني تصير ضدنا، ان شاء الله نقادم افضل ونعوض بالفاجات. الحمد لله والشكر، موقفنا جيد، مباراتنا القادمه راح تكون مباراه صعبه ونبحث عليها في اي مباراه ندخلها، فريق جماهيري فريق مو جماهير، احنا دائما نبحث عن ثلاث نقاط، دائما نلعب باسلوبنا، نفرض اسلوبنا على الفرق. الحمد لله والشكر هذا ما جاء من الفراغ، من خلال التمرين، من خلال الكادر التدريب والثقه باللاعبين، اللاعبين جدد الحد الان متداخلين بالاجواء الفريق، فالفريق راح يشوفون ان شاء الله مرحله ثانيه غير. قدرنا نقدم شوط ثاني جيد، تعرف الشوط الاول حاولنا بس كان يعني الهواء ما اعرف هو الهواء كان ويانا وما استغليناه، يعني احنا ما استغليناه صار الهدف لهم، يا سبحان الله في الشوط الثاني صار الهواء علينا قدرنا نسجل وكنا الافضل، ضيعنا اكثر من فرصه. فريق شبابي، مدرب شاب يشتغل يمرن ليل مع نهار، يعني ابد ابد ما جاي نقعد ولا نرتاح، مثل ما تعرف انت احنا اكثر فريق متأدب بالدوري، احنا دادين نلعب بملعبنا نروح ثلاث ساعات، هاي اللعبه اللي بملعبنا. طيب هذه كانت ابرز ما حدث في مباراه النفط ونوروز. طبعا راح نستقبل انا وياكم الكابتن هيثم محمد علي حكم الفار في هاتريك. اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا وسهلا، شلونك شلون صحتك؟ وعلى ضيوفك وعلى مشاهدي برنامج هاتريك. اهلا وسهلا كابتن، اليوم خمس مباريات بس احنا اللي راح كانت منقوله. نعم. فراح نتابع اولى المباريات هي مباراه النفط ونوروز. نعم. طبعا هي خمس مباريات لكن ثلاث مباريات نقدر نناقش الحالات اللي تحتاج لها توضيح. زين. فقط ثلاث مباريات هي اللي بها حالات ان شاء الله نتطرق لها. الحاله الاولى، الحاله الاولى هي ركله جزاء محتسبه لفريق نادي النفط. هنا بهاي الحاله نقدر نقول هل هاي موجود اللمس باليد او ما موجود، هل موجود الخطا او غير موجود. طبعا هنا اثناء الزحلقه احيانا اللاعب اثناء السقوط يحتمي بيده يستند عليها، في حاله الاستناد على اليد تكون الذراعه ممدوده وصار لمس بالكره هنا، هنا لا توجد خطا، لكن من خلال هاي الحاله اذا نتابع نعطي استمراريه للحركه ونشوف هنا اللاعب ما حاول يتحاشى الكره. هاي اوضح. نعم بالضبط، هنا ما سوى استناد او حمايه جسمه، ما تحاشى الكرة، يعني بالعكس حاول أن يسحب الكرة بيده وبالتالي تمنح ركلة جزاء، وركلة جزاء هنا قرار صحيح للحكم. كانت قرار صحيح. قرار صحيح نعم. بس كابتن مو شوف أنه يعني هو متعمد كان أنه هو أكو حالة تعمد، هي الزحلقة لازم لاعب من الزحلقة هو أما لا أنا أقصد هي ما كان متعمد بها، يعني هو أثناء الزحلقة إيده اللي إذا ما متعمد الكرة. إذا ما تعمد إحنا نوصل إلى حالة الإهمال، إهمال من عند لاعب الكرة بيده حتى نقول الإهمال أيضا تمنح ركلة جزاء على أساسها. ليما البرازيلي. نعم. إذا ركلة جزاء صحيحة. ركلة جزاء صحيحة. ركلة جزاء صحيحة. الحالة الثانية. الحالة الثانية. هي مباراة نفط الوسط وزاخو. اي. مسافة قريبة. ها كابتن. هنا طبعا هي الكرة ارتداد الكرة من زميل. زين. يعني هنا حالة التعمد ما موجودة اساسا، يعني ما حاول يبعد الكرة. قرب اللاعب الزميل ايضا وعدم توقع الكرة، ارتداد الكرة من الزميل. هنا حالة اللعب طبيعية واستمرارية، لا توجد حالة التعمد في هذه الحالة. بس هي الحالة يعني حالة اللمس موجودة لكن مو كل حالة لمس احنا نمنح على اساسها ركلة جزاء، احنا عندنا عدة اعتبارات بالامكان نعتمدها على اساس اعتبار انه هذه ركلة جزاء او غير ركلة جزاء. زين كابتن هنا هسه دقيقة، هسه انا وياك، هسه اذا الكرة لو اللاعب نفسه اللي اخذ بيده كان راحت للمهاجم. هي اساسا مرتدة من زميل. لاعب نفط الوسط. مرتدة من زميله وزملاء، هو ما حاول انه يبعد الكرة يشتتها بعيدا، بالعكس هي ارتدت من ايده وكانت ضمن منطقة داخل الجزاء، يعني منطقة العمليات، يعني ماكو اي ركلة جزاء. اي ركلة جزاء، استمرار اللعب هو القرار الصحيح. طيب، الحالة اللي بعدها، هذه الحالة. احتكاك بسيط. هذا احتكاك بسيط، يعني ما نقدر من خلال هذه الحاله انه تمنح ركله جزاء، هي كره القدم هي لعبه الاحتكاكات، هذا استمرار لعب ولا توجد حاله ركله جزاء في هذه الحاله. ماكو لا وجود لركله لا جزاء. وجود نعم. لركله جزاء زين. نعم. طيب هذا مو كان اكو دفع يعني احتكاك كره قدم هي مو كره طاره وكره سله هي دفع واحتكاكات تصير، فهي حاله زين. كره القدم. تابع المباراه اللي بعدها، الحالة. نعم. اللي بعدها مباراة القوة الجوية ونفط البصرة. نعم. هذه الحالة. الكابتن. اكو لقطة توضح لنا هذه الحالة هسه بالامكان بالاعادة. احنا لو نوقف قبل
قبل ما تلامس يد اللاعب المدافع باللقطه الثانيه، هنا توقف لي، يعني رجع اذا امكن رجع الكره قبل ما تلامس اليد، يعني هو حاله اللاعب، يعني كلكم لاعبين كره القدم، الكابتن شاكر ولا كابتن ابراهيم، لاعب جسم، يعني ماكو لاعب يلعب كره القدم وتكون ايده ويا جسمه، يعني وضع اليد بالنسبه للاعب المدافع وضع يد طبيعي، قرب المسافه ماكو حركه اثناء التنفيذ. هسه لو نعيدها قبل ما تلامس نرجعها للخلف، نخليها عند محمد قاسم الكره، اللقطه الثانيه تكون اوضح لنا، هاي اللقطه مو واضحه، هنا اوقف، يعني يد اللاعب وضع طبيعي، يعني ماكو لاعب كره قدم تكون ايده ويا جسمه، يعني هو ما متوقع ان الكره راح هنا بهذا الوضع، بعدها ما ملعوبه هو وضع ايده، لاحظ هاي اليد لا يصعدها للاعلى، يعني هاي اليد بالامكان تكون اعلى، لكن هي حركه المدافع حركه طبيعيه، لا يمكن اعتبار هنا حاله تعمد في لعب الكره، واذا قرار الحكم كان صحيح ولا وجود لركله الجزاء. يعني هسه هاي مو ركله جزاء. هاي مو ركله جزاء لان وضع اليد ما بها ما اخذ حيز، لو بالامكان انه ماخذ حيز اكثر رافعها، ماكو لاعب كره قدم. شو رفعت يعني كانت خارجه عن جسمه، مو جسمه. نعم لاعب كره القدم مرفوعه، يعني خلينا نقول للنص. كابتن لاعب كره القدم، يعني كابتن شاكر ولا كابتن ابراهيم، ماكو لاعب كره قدم يمشي او يتحرك ويده بهالوضع، يعني حركه، يعني انا كابتن علي منصور شفته بالملعب، قلت له علي منصور انت من كنت لاعب ايديك وين تصعد من تتحرك وهاي، يعني حركه طبيعيه، احيانا يصعد الاعلى يسوي قفز، يعني حركه طبيعيه، قرب المسافه ايضا ما تبرر انه وجود حاله ركله جزاء، قرب المسافه وحركه، يعني ما عنده توقع اللاعب المدافع بانه يحرك ايده ويمنع الكره، وضع الكره وضع اليد كان طبيعي، ولا طيب. وجود لركله جزاء. اكو حاله همين ايضا ثانيه دقيقه 76 هي اللي صارت ايضا عليها جدليه، حاله جدليه هي هاي نشاهدها. هنا نقدر نرجع الكاميرا الجانبيه، لحظه عفوا اذا امكن ارجاعها، لحظه لعب الكره. الزاويه الاخرى. هاي ما تخدمنا هنا اللقطه، الكاميرا الجانبيه تخدمنا اكثر. اي ضاعت. هنا حركه مجرد لعب الكره. خل تحرك الكره اذا امكن. لا رجعها رجعها اذا امكن. هسه هنا الكرة بالضبط، هنا الكرة منطلقة، هنا الكرة اللاعب اللي لعب الكرة هنا هذا، هنا هسه اللاعب المهاجم خارج، لا وجود لوضع التسلل هنا، لأن اكو لاعب مغطي هنا ونقدر نستفاد من الخط منطقة الجزاء، يعني موجود المدافع ومغطي عليه، إذا في هذه الحالة لا وجود لحالة التسلل، والحالة الطبيعية هي استمرار اللعب، يعني كان قرار غير موفق من الحكم المساعد، بالرغم أنه هو موجود تقريبا بمكان موازي، لكن قلت هاي لحظة لعب الكرة كابتن واضحة، بس كابتن مو اوف سايد، لا مو واضحة، بس هي كان تركيزه لا وجود، نعم تركيز الحكم المساعد كان غير جيد في هذه الحالة، هو رجع مو مهاجم دخل مدافع، هو اللي لعب الكرة كان اللاعب من الخلف، اندفع من الخلف وتقدم رسلان. نعم اذا هنا القرار رسلان كان غير موفق في اتخاذه الحكم المساعد. زين الحالة اللي بعدها ايضا كان هناك هذه حالة، هاي اللي هنا اللي صارت يعني تجاوز على الحكم وامور كثير حدثت، هاي نريد نبتعد عنها، وانا اكثر من مره حكينا بهذا الموضوع وقلنا يا اخوان اللي يريد يشوف مصلحه ناديه ويحب النادي لا يقوم يهوس بالملعب. هنا للاسف يعني قرارات الحكام مو فقط احنا بالعراق، الاتحاد الدولي اكد على احترام قرارات الحكام، قرار الحكم يجب ان يكون محترم من الجميع. كان خطأ أو صحيح هذا قرار حكم اتخذ وخلاص، لا بد يعني اللاعبين كإدارة وجماهير يتقبلون الخطأ، يعني ما نقدر نلجأ إلى رمي الحجارة على الحكام، وبالتالي هم الأساس في ركن من أركان الأساسية في كرة القدم بالعراق. الحكام العراقيين يعانون أكثر من دول مجاورة معاناة من أجل قيادة مباريات الدوري، يعني هنا رمي مع الأسف بالحجارة، وشاهدنا أيضا في يوم أمس مباراة كربلاء وتوك ايضا تعرض الطاقم التحكيمي لرمي بالحجاره، يعني مع الاسف الحكام يعانون يعني معاناه للاسف غير طبيعيه، طبعا احنا من خلال برنامجكم الناشد الانديه وناشد رابطات المشجعين من اجل الكشف على العناصر المحسوبه عليهم والعناصر اللي تسيء الى سمعه الانديه ولا سمعه الجماهير، احنا كليتنا نعرف جماهير الجويه يعني ولا جماهير الزوراء وكل الجماهير الانديه المعروفه الجماهيريه، كنا نتونس بهازيجهم بالملعب صح. يعني يجي احيانا اكو ناس تتواجد بالملعب تتونس على هازيجهم، لكن للاسف احنا وصلنا الى مرحله انه ينقذف الحكم بالحجاره واحيانا المدرب واللاعب، يجب الابتعاد عن هذه الحاله. هسه هاي شنو هاي؟
هاي قطع حديدية ما نعرف. قطع حديدية يعني هاي قطع حديدية يعني اللي شمرها يعني ما لا سامح الله صار شيء بالحكم. يعني أدري قاتل مأجور الترايح الملعب ما أعرف. كابتن من خلال برنامجك كان يطالب القوات الأمنية يعني لابد أن تبحث عن العناصر المسيئة للسيء للرياضة بالعراق. شلون دخلت؟ هسه من الملاعب احنا والله ندافع لكم هواي، هسه من تفتشون غير تفتشون عدل. هاي شلون دخلت؟ هاي شلون دخلت؟ من السياج مشلوعه؟ من ايش شلعوها؟ شلون دخلوها؟ يا باكر عقبه راح يجيبون سكاكين وقامات بعد الجمهور عادي بعد يصير. صار مذابح بعد بالملعب. مو؟ أنا من خلال البرنامج أيضا طبعا احنا لابد أن كبرامج رياضية وإعلام أن نسلط الضوء على هذه الحالات وننتقدها. لابد أن تكون حماية للحكام يعني من أجل تمشية أمور الدوري. يعني لابد كل مسيء يأخذ عقوبة المناسبة تناسب على أساس إساءته للحكم أو اللاعب أو المدرب. يعني أحيانا هسه أكو اتصل بي الزميل محمد سلمان أكو تقرير مثل ما تفضلت الأخ مدرب نادي ولي كريم متهجم على بعض الحكام. طبعا هو عنده محمد سلمان الأخ محمد سلمان رافع تقرير على ولي كريم تاريخ 23/12 في مباراة هوك ونوروز تهجم على الطاقم التحكيمي داخل غرفة المنازع غرفة تبديل الملابس وقام يعني حسب نقل الأخ محمد سلمان بتكسير زجاج غرفة الحكام والتهجم عليهم. لكن للأسف من تاريخ 23/12 ولحد الآن لم تتخذ إجراء بحق الأخ ولي كريم اللي نتمنى أن يكون هو قدوة للآخرين. ويكون هو اليوم حتى علاء محمد عضو الهيئة المؤقتة للقوة الجوية أيضا حمل اليوم حكم المباراة الخسارة. إحنا نبحث يعني هو كل واحد يكون حريص على فريقه ويحاول أن يجد المبررات للخسارة مالته. إحنا نتجرد لازم نتجرد وننتقد نفسنا أحيانا. إحنا ما لقينا خطأ مؤثر لا صح. أنا ولا غيري نلقى خطأ مؤثر أثر على نتيجة المباراة. كل نادي يبحث عن حالة يعني حاول لأنه العاطفة تهزه لأن حب النادية طبعا يقول هسه جزاني لو بأي إدارة نادي أميل للحالات أحاول أن أكسبها. نعم طيب كابتن شكرا جزيلا لك ونورتنا اليوم. شكرا جزيلا أيضاً. شكرا جزيلا وشكرا للمشاهدين. شكرا لك كابتن. إذا مشاهدين ننتقل إلى المباراة الثانية نفط الوسط وزاخو. هذه المباراة طبعا انتهت بفوز فريق زاخو بهدف مقابل لا شيء لنفط الوسط. الهدف جاء في الدقيقة 54. ما بين غمضة عين وانتباهها استطاع حيدر عبد الأمير أن يغير حال زاخو من حال إلى حال، من فريق يقبع في مراكز الهبوط إلى فريق يتغلب هنا وهناك، من فريق بأسماء غير معروفة إلى فريق يعرفه كل ذي عينين. وعلى ما يبدو إن حيدر عبد الأمير مدرب قادم بقوة للوقوف في ريادة المدربين الشباب. وبالعودة لمجريات مباراة نفط الوسط وزاخو التي جرت أحداثها على ملعب النجف، فإن عنوانها الأبرز يقول حيدر عبد الأمير يقود فريقه لخطف نقاط العندليب، وذلك عطفا على إجادته قيادة المباراة ناهيك عن هدوئه في المنطقة الفنية. لا شوشرة ولا حركات زائدة ولا اعتراضات غير مبررة، حيث حصد زاخو النقاط الثلاث بعد إن لعب بواقعية وتكتيك واضح، على عكس فريق نفط الوسط الذي فقد زمام المبادرة بعد هدف زاخو، حيث طغت على لاعبيها العشوائية والتسرع في اللعب بغية إدراك التعادل، وهذا ما لم يحصل بفضل الذود المحكم لدفاعات زاخو والتركيز العالي الذي ظهر به الفريق ككل، لينتهي اللقاء بفوز زاخو على حساب العندليب، وليواصل أبناء الخابور صحوتهم التي يبدو أنها ستستمر عطفا على روحية اللاعبين. شكرا نزيه حيدر. كابتن شاكر زاخو ونفط الوسط زاخو طبعا مع حيدر عبد الأمير نتائج جيدة استقرار
احس اكو دعم بدلي لفريق زغلول حتى من الناحيه الماليه، استقطاب عدد من اللاعبين محليين ومحترفين. هي مباراه اليوم نقول فوق المستوى، فوق المتوسط. ليش؟ لان فرص هواي صارت للفريقين. نفط الوسط صح خسر، بس انا اقول لهم انتم كنتوا اقرب للفوز. انا مسجل الفرص اللي اجتهم دقيقه 17 31 32 44 53 56 88 كلها فرص داخل الجزاء وبدون خصم. اذا هنا كان الفريق نفط الوسط مشدود اكثر من اللازم يريد يسجل، لان هذا نابع من النتائج السابقه، فالوضع النفسي جدا تعبان عتم نفسيا يعني. فزاخو حيدر عبد الامير حافظ على فريق الشوط الاول ان ينتهي 0-0، الشوط الثاني اعتمد على الحالات الثابته، انت فريقك ما عنده فرص، اعتمد على الحالات الثابته، فمن حاله ثابته واحده سجلوا الهدف، والهدف محير بصراحه اذا تشوفه ست مهاجمين من زاخو ضد اربع مدافعين من الفريق المدافع، يعني حاله لا تمركز لا تغطيه لا ضغط، انت كمدافع انت الكره بالجزاء انت ايش تنتظر يعني؟ لازم تاخذها قبل المهاجم. فصعد بين اربع مدافعين وسجلوا هدف، هذا الهدف اي شوفوا يعني ما اعرف شلون واقفين باه هاي اي يعني الفريق المهاجم اكثر من المدافعين. زين، فالفرص الضايعه طيب. دفعوا ثمنها. خليه بيحكي هذا الهدف هواي باوع اي مو ابراهيم أيه قال لي اي اكثر من لا باوع راح توصل لست ياردات باوع لا ملازمه لا قطع اوف باوع الاصفر ايش قد والابيض ايش قد اربعه ضد سته هسه دخل الخامس. زين كابتن ابراهيم، طبعا انا اتفاجئ مرات بعض المدربين هذه الحالات الثابتة أصبحت اليوم جزء رئيسي بالعملية التدريبية وبالمباريات، وممكن أنه أنت تحصل منعتها اليوم انتهت المباراة بكرة ثابتة صح؟ كرة ثابتة أنهت المباراة. نفط الوسط أحمد كوني ضيع أكثر من كرة، لكن الكرات الثابتة هنا اليوم ليش أدخل اللاعبين على حارس المرمى؟ هذا واحد كواجب أنه أنت دائماً نطلعهم وتفرغ هاي المنطقة اللي تكون الحارس المرمى فقط. داود يعني منتبه لي انه هسه الحارس وين محاولته؟ ما عنده محاولة ما عنده حل صح. الحل بنفس الوقت انا هم احمل الحارس، الحارس يجب ان يكون يقود بدوره انه اطلع اوقف على خط منطقة الجزاء حتى انا افسح واخذ المان تو مان، فلان اخذ مان تو مان اللاعبين. لازم انت كمدرب وكحارس مرمى، كمدرب وحارس مرمى لازم انت تقرا الفريق المنافس من اللي يمتاز بهاي الكرات، عنده من مميزاته، تفهمني؟ اليوم هذه الكره تدلل لك على انه رغم نفط الوسط قدم ووصل، لكن كره القدم اهداف اليوم. اللاعبين صح. اللي موجودين بنفط الوسط كوني حسين خليل على جهة اليسار، حسين إبراهيم، حسن شلوب، علي ماجد، ديار، وصلوا، لكن وصلوا وين؟ أنا من شفت سامسونج ومنتظر ستار أو خالد كرغلي عشوائية وتسرع، يعني داخل الفريق اللي يسجل وإن كنت أنت تلعب على أرضك، تفهمني؟ الهدوء والصبر ما كان موجود عند نفط الوسط، عكس زاخو الممتع مع حيدر عبد الأمير. فريق يلعب كرة قدم ويعرف شو يريد ويعرف شلون ياخذ المباراة، أدواته اللي عند حيدر عبد الأمير تصرف بها بطريقة من يخرج لاعب اليوم تعرف ثلاث مباريات على التوالي فوز عده عند محمد عمر الليبي على نفط الوسط تسع نقاط، محمد عمر الليبي المهاجم لاعب ممتاز مقاتل يحجز يكون محطة، اليوم ايش سوى؟ شلون كسب المباراة حيدر عبد الأمير؟ ونقول هذا المدرب مشروع مدرب وعنده. شال محمد عمر نزل علي رحيم. علي رحيم لاعب الوسط. لاعب وسط لاعب سيطر على الوسط لأنه هي المعركة كانت في خط الوسط، ولعب نقل عمر منصوري المغربي اللي صار مهاجم بمكانه يضغط على المدافعين في سبيل ما يصعدون، صارت الأمور اللي يريدها حيدر عبد الأمير. هنا اكو جوانب تفاصيل التفاصيل داود المدرب لازم يقراها. زين، احترام وتقدير الى يعني اتمنى له التوفيق الى سامر سعيد، لكن خطأ امس على امس صار له ثلاث مباريات لا صار يعني صار له ثلاث مباريات يعني هنا، لكن كم مباراه بالدوري صح لو لا؟ انا شو اقول؟ شاكر محمود اليوم مدرب
فلان نادي، لازم شو يسوي؟ لازم قارن الفرق المنافسة، صح لو لا كابتن شاكر؟ صح لو لا؟ أنا غير أقرأ القوة والضعف بالفرق المنافسة، وإحنا وأرجع وأقول إحنا الحمد لله والشكر اليوم ماكو ضمان ترى تدرب نادي، يعني أنا حتى المدربين لا حد يسوي مشكلة ولا نادي آخر لين يطلع منا يروح منا. هم عادي. مو ارجع واقول هاي حقيقه. هسه سامر سعيد درب الديوانيه، هسه مدرب من؟ احنا يا دور 15 غني شهد احترام وكل التقدير للالقاب، اليوم مدرب النجف كان نفط الوسط، راح يلعبون نفط الوسط والنجف الدور القادم، هل من المعقول نقول انه ما صار له مباراه واحده مع النجف؟ هو غني شهد على سبيل المثال قاري نادي النجف، صح لو لا؟ يعني هذا اللي اقول زين. أن المدرب يجب أن تكون عنده دراية بكل المنافسين بالدوري. طيب عندك شيء على المباراة؟ ننتقل للمباراة الثانية، أربيل والصناعة. أربيل يا راد له حكي هواي. نصيحة السامر يعني كبدايته ونادي كبير ومحرز دوري سنة من السنين، عليه أن يكثف من تدريباته، يطور الجانب الهجومي أكثر، يعني يظل على أحمد كوني، واحدة أحمد لفتة كوني يعني واحدة بين كماشة مدافعين، فبالمستقبل يحتاج يعني يفعل الأطراف، يفعل من العمق. عندك لاعبين خط وسط مميزين اليوم، شفتهم خمسة لاعبين شباب زينين، لكن ما عندهم فعالية مع المهاجم. كابتن شاكر اللعب الطويل على أحمد كوني، هو مو جريندايزر، صح لو لا؟ نفس من راح يروح راح عند لاعبين لازمينه، فهنا زيادة العددية وتسوي الحل، تسوي الحلول على الجانب. صح انت قد يكون ما نعرف الادوات، لكن اليوم شفت لوكاس وشفت حسين خليل، يعني احمد كوني كمهاجم تلعب له طويل بنص مهاجم ثلاث مدافعين، يعني شو وقام يضيع فرص لين تعب بدنيا وذهنيا، تعب انت من تروح مساحه بالفراغ تلعب، غير لازم الزياده العدديه من الـ من الـ من الوسط، صح لو لا؟ لاعب الجناح اليسار ايضا ينضم ويصير مهاجم، فهي طرق لعب. بس بقول لك جريندايزر شو عليه؟ جبته جريندايزر اقوى شيء جريندايزر. يلا اختصر. لازم متابع طبعا، كنا متابعين. طيب تقلي مباراه اربيل والصناعه اللي انا اقول يعني هي مو مفاجاه، لكن فريق الصناعه يعني يقدم مستويات جيده الموسم الماضي، هذا الموسم انتهت المباراة بفوز فريق الصناعة بأربعة أهداف مقابل لا شيء لفريق أربيل. يعني مباراة تابعها بهذا التقدير. زلزال بقوة أربعة أهداف يضرب ملعب فرانسو حريري مبعثرا أسوار قلعة أربيل، عنوان قد يراه البعض خياليا، لكن هذا ما حدث فعلا عندما حل فريق الصناعة ضيفا ثقيلا على فريق أربيل. في شوط المباراة الأول قدم لاعبو الصناعة عرضا خيالي ينتمي إلى سلسلة أفلام مارفل من بطولة السوبرمان هشام أحمد، الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف كان ترتيبها هدف عند البداية، دب من خلاله الخوف في نفوس لاعبي أربيل، وهدف ثاني تنفست من خلاله الصناعة الصعداء. واختتم الشوط الأول بهدف أزاد به حسن عاشور الطين بلة وسط دهشة الجميع لما يحصل في قلعة أربيل. في القسم الثاني لم يتغير الحال كثيرا، سوى أن أربيل لم يستقبل ثلاثة أهداف كما في الشوط الأول، حيث تمكن هشام أحمد من إضافة الهدف الرابع موقعا على الهاتريك النادر في دورينا الذي قلما نشاهده بين موسم وآخر، أطلق من خلاله عنان أفراح الصناعة بينما كلما يدور في خلد لاعبي أربيل كان متى يطلق الحكم صافرته، وتحقق ما أرادوه بعد نهاية 90 دقيقة ستبقى عالقة في أذهانهم كذكرى يتمنون لو تمحى.
حيدر يا ما زلزال دستر علينا يا معود. انت خدت ولا تدري بالموضوع ولا انت نايم. انا اي قعدت الصبح قالوا تركيا عود احنا بدنا نسافر تركيا. بطلت بعد. راحوا العالم والله. إيه. الله يرحم الله يرحمهم يا ربي صحة والسلام للجرحى والشفاء العاجل. هذه طيب. هذه اللي نقول عليها داود مرات نقول للإنسان على كيفك هاي نسموها احنا مال رب العالمين التايهات مو فلت شوية خلي رجليك بالقاع الدنيا ما دايمة لحد إيه تتبطر طب من طب الاستوديو من وقت لا تنافق طب الاستوديو من وقت لا تتأخر لا تشرب قهوة ليش شرب قهوة هواية ايه اي زين طيب يلا نبدي مع أربيل والصناعة يعني نتابع الهدف الأول اللي قاعد يحدث في أربيل الآن حسب ما وصلتني غازي فهد استقال كابتن شاكر اي هو بعد ما يقدر يعني قبل اللعبة قبلها ويا الكرخ هو الفريق كان منهار بس اتعجب عليهم كابتن داود يعني ما خلال أربعة أيام ما قدرت تصحح الأخطاء الدفاعية هم اليوم يشوفهم خطوطهم متباعدة لا يدافعون خط الوسط لا يهاجمون خط الوسط زين خلين أمجد راضي وحيد بين أربع مدافعين إلى خمسة صعبة يسجل أهداف والمشكلة سعد داود الأهداف مستنسخة الأول والثاني والثالث كرات من المنطقة من الجانب باوع نفس الأهداف بكرة القدم يقول لك الكرة بجانب أخ داود خطورتها 60% بالجزاء 40% تعطيها نسبة زين أنت ليش بتقطع بس سؤال أحمد إبراهيم لاعب منتخب سابق يعني هاي أخطاء يعني اتكالية صارت لاعب على الآخر يعني اليوم يعني مجريات المباراة ايه كلها تحس أنه شوفت هذا كوبي هم الثاني هم عرضية وسجل والثالث بعد ثالث والثالث باوع دخلها المدافع صح بس هم خلف الأشبه وسط فهنا دا أقول لك زين احنا بهذا الهدف عنوان لهاي المباراة السرعة كابتن السرعة اللي انوجدت اليوم في نادي الصناعة تفوقت على الأرض وعلى الجمهور وعلى خبرة لاعبين اللاعبين أربيل فالصناعة اليوم نقول بيومهم وتوفقوا خاصة المهاجم هشام أحمد يعني على قولة إبراهيم ظهر اسم مهاجم نتمنى يكون يستمر بعطاء لا ينام بعد لعبة لعبتين وشوفه ينسى الهدف ان شاء الله يكون يستمر ويعرف صارت عليه مسؤوليه اكثر من اللازم فلاعب اربيل يحتاجون اعاده وترميم يحتاجون كثير من اللاعبين يعني تعجبت اربيل عمره ما قدم هيك مستوى صح اليوم صناعه توفقوا لكن الاهداف ما تصير ضد اي فريق يعني ثلاث كرات من الجانب اكو كره الهدف الثاني او الثالث كره لعبت خلف الظهير الايسر اشباه وسط المازم واحد من عندكم يروح يصير هو ظهير ايسر يغطي هناك فراح زي. براحته ولعب سنتر شوت وصار الهدف الثالث يعني متكرره الاهداف فاضل انا اقول دائما استاذ يعني اقول دائما المدافعين الراده تعلم تعلم وتدريب عكس الخطوط الباقيه لازم توقف هنا توقف وكره يعني جيبها هيك تسعله تقول هنا توقف كره بالجزاء هيك بالعمق تصير هيك فالمدافعين دائما يصفوا واصل يلعب دوري ممتاز ولاعبين منتخب وطني انا اجي اقول له تعال شلون توقف حتى بالمنتخب الوطني عندنا هفوات نوبات تصير وصارت ضد عمان الهدف الثاني او التعادل فيراد هو التاسيس احنا قد ما نبقى هاي الاخطاء راح تظل متكرره اذا نرجع ونقول اذا ما نبدا بالنشئ ونعلمهم ثقافه التكتيك وحتى من يوصل هو يعرف وين يوقف هسه احنا مرات كابتن ابراهيم نقول ليش هاي الاهداف تدخل بدورينا يس زين لي سؤال مدافعينه مو هاي تنعكس على المنتخب الوطني طبعا وينعكس احنا ليش نقول احنا نقول يا لاعبينا يعني يا مدربينا اشتغلوا على هاي الشغلات لان باكر عقب انه هذا اللاعب راح يروح يمثل منتخب وطني وراح ينطي نفس الاخطاء هاي امكانيات وعقليات تركيز ذهني عالي اكو لاعب قابل للتطور واكو لاعب هو هذا حده شوف لي انت قلت ليش بدورينا بدورينا الكرات لانه اغلبيه اللاعبين يشاهدون كره ما يروح ياخذ المنافس كره جانب شوف يعني انا مدافع شو انتظر نقطه ضعف اربيل اللي شخصناها اللي شخصناها كل الاحترام والتقدير الى احمد ابراهيم احمد ابراهيم لاعب بطيء لاعب ستايله واحد ثابت يلعب حتى في بعض الأحيان شوف هذا لاعب منتخب لاعب 109 مباراة دولية أحمد إبراهيم أبو يوسف هاي ما يطلع على الحارس قريب عليه هم هذا لغة التواصل بيناتهم هاي عملية
يعني توقع لا بعيده بعيده. لا بس انا ما احمل. شوف انت احمد ابراهيم، شوف الكره اولا لازم نثني على لاعب اللي لعب الباص باو هاي باع باو عليه المفروض يروح له. شوف لاعب الباص خلاه يتصرف باو باو. شوف وين الضغط هاك باو باو باو. هذا تدريب كابتن داود، هذا الجول هذا تدريب. لازم يتدرب المدافع، المدافع اذا ما يواجه ويتحدى لا يلعب مدافع. اهم ميزه بالمدافع هاي انا الخصم يجيني دربل وانا باو عليه. لا انا اشوف انه الهدف يعني الرابع ابو يوسف، شوف الهدف الرابع الكارت. لا يعني تنظيم الدفاع لنادي اربيل دفاع الخطوط مع اللاعبين، ما شايف نادي اربيل لاول موسم. اول مره اشاهد اربيل انه بهالطريقه ماكو مدافعين. الهدف الثالث شيء وحيلك حسن عاشور باوة. مدافع يسار هذا لازم تغطيه يصير قريب عليه. الهدف الثالث اللي سجله بمرمى منه حسن عاشور. حسن عاشور هو قشاش، هو يطب وياه. لا شوف هو الشيء يلعب مدافع يسار، هل هو فائق مدافع يمين؟ ايه؟ انا بس اريد اعرف هي هجمه بنت، مو تقول انه رحت كملت وعوضك الشبهه بمكانك. وين ايش وداك بهذا المكان؟ اذا فريق انا سبق وان تكلمنا داود تتذكر من قلت لك مشاهدة الكرات العرضية الجانبية كلها خطرة على نادي أربيل. صح الكرات العكسية مباراة السابقة ويا كرخ الأهداف مستنسخة. احنا احترامنا وتقديرنا الغازي فهد أخذ الوقت الكافي مع نادي أربيل، لكن هنا الكرات العرضية والجانبية خاصة أنا أشوف فريق أربيل تتذكر من قلت لك كلاعبين يعني فرديا ممتازين، لكن كفريق جماعي ما شفناه. الروح منتهية عند اللاعبين، لا فريق يلعب بلا روح. اليوم جمهور أربيل يعني أنا أقول الله يساعده الله يساعده، لأن 3-0 و4-0 كل الاحترام والتقدير لنادي الصناعة اللي صعب يسجل ووضعه كنا نعرفه. اليوم اللي شاكر محمد صبار خالد محمد صبار اثنين هم أخوان، اليوم بصمته واضحه قدر من خلال مباراتين وهاي الثالثه قدر انه ينظم فريقه. ما شفنا الصناعه يلعب كره قدم وبتحرر اليوم اكو لاعبين اللي استقطبهم نادي الصناعه الصراحه، يعني كريست محمد عدنان لاعب ممتاز، حسين زياد، هشام محمد اللي تركوا طيب. اثر طيب على لاعب على امكانيات لاعبين دافع على سنتر هذه طيب. ننتقل الى مباراه قبل الاخيره، مباراه الطلبه والكرخ. لكن قبل هذه المباراه يعني هناك اتصال طبعا ما تحدث به الكابتن ولي كريم مدرب فريق نوروز، واللي يعني قال انه الحكام ووجه رساله وانتقاد للجنه الحكام والى حكام مباراه النفط ونوروز، فطلب مداخله بناء على ما تحدث به الكابتن هيثم محمد علي. كابتن مساء الخير كابتن ولي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. تحياتي لك ولضيوفك الكرام كابتن ابراهيم وكابتن شاكر. اهلا وسهلا بك استاذ هيثم محمد علي. اهلا وسهلا بك. اهلا يا حبيبي تفضل كابتن. صوت ناصي صوت ناصي شوي. هذا الكلام اللي كلام اللي قاله زين سلمان عالي من الصحه. تقدر تتصل بملعب دهوك كل ما هنالك قبل لا ياتي المباراه تقريبا 95 اخطا بحقنا محمد سلمان مع الزوراء، خطا معنا مع دهوك، خطا معنا دخلت الملعب اني حماية الملعب رادوا يمنعوني، قلت لهم أنا ما عندي شيء ولا راح أتكلم فشي ولا أخلط، بس راح أسأل سؤال. أستاذ محمد أنت مرتين صرت ضدنا، ضد الزوراء أذيتنا وضد دهوك أذيتنا، ليش هيك يعني شنو عندك ويانا؟ قال يمشي يطلع برا. من قال يمشي يطلع برا؟ يعني أنا حكيت حكاية ممكن صعب احكيها قدام هذا، طلعت برا خلاص انطاني كارت احمر طلعت، بس من انطاني كارت احمر انا بقيت بالملعب واوجه وما اجاني، ما قال لي انت مطرود، هذا خلصت المباراه. هاي مال المنزع وهذا، انا كنت واقف وهو طلعوه الحمايه، من اجى فات من يمي قلت له هاي تسوى حياتك
لو كنت نزيه ما كان الحماية طلعوك. لو كنت نزيه هذا كلام كابتن 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 هاي ما تقول لي كابتن كابتن ولي عذر المقاطعة لكن احنا كنا رياضيين يعني هاي ما تسوى حياتك هم زحمة زحمة تنقال بالجو زحمة تنقال همين الحكم كشخص هو 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 ما احترمني ما احترمني من دخلت الملعب ما يصير يقول يلا امشي اطلع برا ويعطيني كارت احمر بدون سبب كابتن ابو خالد حبيبي ابو كابتن خالد كابتن حق الرد مكفول طبعا الكابتن محمد سلمان حق الرد مكفول بهذا الموضوع طبعا انا اخذ وجهات النظر الاثنين طبعا للامانه نعم كابتن تفضل ايه بس مال تهجم هذا اكو ملعب ماكو ملعب دور تقدرون تسالون الحمايه تقدرون تسالون المشرف اي هذا الكلام اللي ما اعرف سمعت بالتقرير كاتب انه هددني بالقتل انه هسه سمعنا كاسر الجام مال الملعب والحمد لله والشكر لله لا اخلاقنا تسمح لنا لا الامور صح صرت عصبي لفتره دقائق والكلام اللي تكلمت عليها اني مستعد كابتن نتائجك زينه انت صاحب خلق عالي الكابتن محمد سلمان همينه صاحب خلق عالي واثنيناتكم رياضيين واثنيناتكم يعني احنا انت مدرب وهو حكم فيعني هاي جزء تصير صح لو لا تصير بكرة القدم لا لا احنا الحمد لله اني كل الحكام يشهدوا لي لا اكو حكم حتى فايد يعني فايد حكم لنا مباراة النجف بنالتي واضح كلكم شفتوه خلص المباراة رحت سألته قلت له كابتن استاذ بنالتي كان واضح قال لي ما شفته قلت له ما شفته قال لي شكرا سلمت طيب. عليه وطلعت خلص يلا مر الوقت شكرا شكرا ابو خالد ابو خالد متعودين عليك هادي وابو ضحكه وسالفه وما تعصب كابتن ابراهيم حبيب يعني دقيقه 95 والفريق متعادل وفاول واضح وضربه من ايد الكوتشي وقعوها وضربه بيده وكل الامور عدا بدايه المباراه لحد نهايه المباراه نفذ اللاعبين اذانه فانت يعني هم بشر يعني ما حديد فريقي دا يلعب زين فريق يجي الحكم يظلمه في مباراة مع ذلك انت مدرب ناجح وكنا اثنين عليك ونجاحك قدامك ابو خالد حبيبي ربي يحفظك كابتن ربي يحفظك الله يستر عليك ممنون منك الله طيب شكرا لك كابتن ولي كريم وحق الرد ايضا مكفول طبعا للكابتن محمد سلمان بهذا الموضوع انتقل لمباراة الطلبة والكرخ هذه المباراة انتهت بفوز فريق الطلبة بهدفين مقابل لا شيء لفريق الطلبة مؤمل عبد الرضا وأبو بكر كامارا سجل للطلبة في الدقيقتين 48 و74 نتابع الأهداف هذا هو الهدف الأول عن طريق مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 48 الهدف الثاني طبعا في الدقيقة 74 عن طريق أبو بكر كامارة كابتن شاكر طبعا مبروك لنادي الطلبة هذا الفوز الآن متصدر الطلبة ترى بالمناسبة بالأهداف فرق هدفين أي فرق عن الأهداف عن الزوراء وهاردك لفريق الشباب فريق الكرخ الطلبة دخل هذه المباراة محتاج لثلاث نقاط حتى يستمر بالصدارة الكرخ نوعا ما موقعه مطمئن في وسط الدوري لكن ما يحتاج نادي الكرخ بالأيام القادمة تفعيل وتطوير الجانب الدفاعي لأنه يشوفوا الهدف الأول كرة ضربت أربع مدافعين مفروض تكون المسافات بيناتهم متقاربة من خلال وحدات تدريبية وخلال المباريات لأن الكرخ بنوعيته يحبون الحالات الهجومية أكثر فريق يهاجم لأن روحية شبابية وعدم السرعة فيحتاج عمل على التنظيم الدفاعي فقلهم هارد لك أنتم خسرتوا يا فريق جماهيري فريق قادم بقوة للمنافسة نادي الطلبة الطلبة احتاج النقاط وراح للصدر صار يمكن فرق هدفين عن نادي الزوراء فرق هدفين تقريبا فرق هدفين شوف الأهداف اللي صارت بذاك الدور 14 وهذا كله داخل الست ياردات هاي مشكلة الدوري العراقي كابتن اليوم متعة كرة القدم صراحة أكثر مباراة استمتعت بها من الطرفين كرة قدم لا توقفات مهارات جدا عالية صارت بيها توقفات شوية بس مو طبيعية كرة قدم من الطرفين سبق وأن تكلمنا الطلبة يلعب كرة قدم ممتازة وممتعة انتقال ملعب المنافس الكرخ يوسف فوزي أنا حسيته أنه صراحة موهبة موهبة اليوم يوسف فوزي يلعب عبالك هيك بدي أقول خاف أقول الكرخ
ابو الكرخ يلعب يلعب كانه يلعب ويا صغار صراحه، عقليته اللي شايلها الهدوء، الباص والباص الامامي مو فقط العرضي هذا، ومنتظر مرتضى علي، مرتضى علي مرتضى علي بالطلبه. لاحظت اليوم ما اريد اتكلم، الطلبه استحق الفوز اكيد لانه خبرته وخبره لاعبي وجمهوره ومدربيه وادارته، لكن مع ذلك انا شو اقول اليوم الكرخ امتعنا والطلبه امتعنا. زين بعد نهايه المباراه المدربين واللاعبين ايضا تحدثوا عن هذه المدربين. ناخذ كابتن يمان مبارك، تحت قيادتك الطلبه وصل لصداره الدوري. الحمد لله شكرا لله، صداره ما تم بفضل مجهود اللاعبين، بفضل مجهود الاداره اللي وفرت لنا كل الامكانيات باش نكونوا معناتها مرتاحين. الجماهير اللي تشوف فيها معناتها متعطشه للانتصارات، الحمد لله شكرا لله اليوم ثلاث نقاط مهمه. صداره مؤقته وتشوفوا معناتها حتى الفارق معناتها بين الفرق الكلها معناتها قريبه، ما سوينا شيء، الدوري لسه مازال طويل. بس هذه معناتها فوز من بقيه الماتشات الاخرين. ان شاء الله الاولاد نحن عازمين يعني اللاعبين والكل، نادي طلبه نادي عائله، عازمين كلنا باش نزيدوا نثبتوا معناتها مكاننا في الدوري، وان شاء الله تكون عندنا كلمه ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مبروك لنادي الطلبه وهارد لك الفريق. حقيقه اليوم ما كنا بالوضع اللي كل مباراه متعودين عليها نقدم، جاتنا فرص الشوط الثاني لكن ما استغليناها، وهذا حال كره القدم. عندنا مباراه ان شاء الله مع القوه الجويه، نحاول انه نعوض ان شاء الله باذن الله. كنت تحدث لي بموضوع تغيير موعد المباراه، اثر عليكم؟ طبعا اكيد، مثل ما تعرف لما اللاعب يكون عنده موعد محدد، موضوع الاكل موضوع النوم هذا كله يصب، ولكن لما تجي في يوم المباراه ومو عذر يعني على مود الخساره، لكن تجي بيوم المباراه قبل المباراه بساعتين قسمنا اللاعبين جو للملعب، بعد ذلك بقوا بالملعب تقريبا اكثر من 3 ساعات، وهذا حقيقه يعني خطا يتحمله لجنه المسابقات. فنتمنى تطلع مواعيد قبل اشهر مو قبل يومين او ثلاثه، فنتمنى ان شاء الله بالمباراه الجايه المواعيد تكون مضبوطه ان شاء الله. قلت لكم شنو الاسباب تغيير؟ لا والله ماكو سبب، الاسباب دائما تكون مجهوله، وعلى موضوع الخساره فاحنا ككادر تدريب احنا نتحمل خساره. طيب حق الرد مكفول مثل ما تكلمنا. طبعا شكرا للكباتن يمان وايضا الكابتن حيدر عبيد. طبعا حق الرد مكفول بعد ما ذكرنا بانه الكابتن ولي كريم طلب مداخله، الان الكابتن محمد سلمان حكمنا الدولي، اهلا وسهلا بك كابتن، طلبت مداخله. حق الرد مكفول طبعا كابتن. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك مستقيلك، تحياتي. اهلا وسهلا بك كابتن شاكر، سالك كابتن الكبير كابتن ابراهيم سالك، اهلا وسهلا بك. طبعا انا جاي بالطريق من مباراه القلب الصناعي. اسطوني صوت شوي يا شباب. صراحه كل الاسف اليوم ما التحكيم العراقي الامور السلبيه اللي قاعد نتعرض لها للامام. انا بس اقول شغله، نقول من امن اقرب اسال هدف. اليوم احنا هاي المباراه الدروب والمرود، المباراه اللي صارت لها سمد كابتن ولي كريم، مباراة 2012-2022 للأسف كابتن كريم أنا كنت ماخذ عليه فترة ما أعرف يعني، لكن اليوم انخذلنا كله من التجاوز اللي عليه على حالة دقيقة 94 حالة رأسية مخالفة، والمخالفة راحة وانتشرت في الإعلام وكلها قامت تضحك على الحالة اللي رأت فيها إنه رجل لك خاوة بالحارة وعلى الوساطة زين. المهم هاي مو مبرر مهما حكينا اليوم حكي المكتب، لكن الحالة كانت أنا قرارتها صحيح. أسف بعد المباراة كابتن ولي كريم الأنواع السب والغلط والشتم على أهلي على والدي وأم جوزي. طيب وهاي كلها وكلها أنا صراحة بين الصادق أنا طبعا بالغلط ما أقدر أطلع عليه. شاهدت موسم المباراة وشاهدت الحكام وشاهدت الناس الموجودة. اليوم أنا ولي كريم من يغلط لا أقدر أطلع له ورد عليه لأني أخترت حكم جوز ولا أقدر أتكلم أي كلمة. لكن في الاخير اتكلم كلمه يعني غلط صافي اليوم هددني وهددت اسلام اذا دخلت السليمان راح نعرفك للقتل يعني هددني القتل اذا تكون سليماني. فاني عتبي يعني مثل الانضباط اليوم يمكن احنا تقرير صار شهرين شهرين وانا دائما اخاف وين صار كل وين صار التقرير من وزير الانضباط زين ولحد قبل هاي المباراه كل مدرب وزاد صار القامه الكبرى زين اليوم مدرب يشيل التحكيم يشيل الاتحاد العراقي واليوم مدرب ورغم هذا كل اليوم مثل ايضا في منشور نادي البلد الاعلام كذلك يتكلم فيها عن التحكيم وذكاء
انتر عده اثمار بطوله زين، وكانه لا صلاح كان مداركم زين. للاسف للاسف من امن الاقراص الثانيه هاي كل مره توصلها لكل الناس الخيره الناس الرياضيه. نادي صراحه سمعت كلام ذاك اليوم لحد الان كلمت الموضوعات توقعت بعد المباراه راح اشوف الحاله اللي حاضر يعتذر عنه. يعني صراحه الانسان نعرفه ولكن الانسان خلوق ومحترم يعني، بس اليوم هي الالفاظ اللي تلفظها والكلمات صراحه اي شخص في الشارع ما زين. ورغم هذا هددنا ورغم هذا التجاوز على العائلة وعلى انواع السب والشتم، بس لو يقول لك انا قايل هاي الكلمه انه هاي الكلمه ما لها تنصح كابتن محمد، خلي لجنة الانضباط ياخذ الدور بهذا الموضوع. وانا اعتقد يعني انه الامور ما اريدها توصل لهذا الوضع. اثنيناتكم محترمين واثنيناتكم مقدرين، واتمنى يعني شوف هي والله لو ما من مبدا المهنيه والاعلاميه ما خليكم اثنيناتكم تتداخلون بصراحه، لا تزعل من عندي. لان 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 لو ما مبدا المهنيه اللي انا اتعامل به بالبرنامج وكقناه ما خليكم اثنيناتكم تتصلون وما اقبل اخذ اتصالكم. انا هذا الموضوع احنا نحكي نقدر نحله. انت الان حكم، كرامتك واسمك معزز مكرم، كابتن ولي كريم ايضا، لكن انه هذا الموضوع انه نطلع ونحكي بالاعلام شويه صعبه. اثنيناتكم انا اتكلم على اثنيناتكم، انتم اخوتي الكبار، خلا اخوكم صغير اني. طبعا احنا من نطلع الاعلام ولا نتكلم، لكن اليوم انت تجيب لك حسابك. اليوم نشوف استاذ ولي وكانه ملاك حساب ولا رقيب يتكلم، وبوقت التجاوز صار شهرين لحد انا ما راجع له وقلت ما يخالف. توقعت راح يخابط، توقعت راح يعتذر. اليوم يوم تشلك بالخطا التحكيميه، اليوم هذا جاي كارثه كبرى. اليوم المباراه 90 دقيقه وكذلك الوقت الاضافي. في بعض للاسف بعض المدربين انه المباراه مستمره دقيقه 90. طيب كابتن يخرجها لصورة التعادل. لأن أنا اليوم دقيقة 94 دقيقة 95 لازم القانون يطبق. زين؟ هذا اللي نتكلم عليه. زين؟ فأنا أتمنى. طيب كابتن، أنا أعرفك أنت إنسان تربوي أيضاً وأنت أستاذ جامعي، فإن شاء الله يعني هذا الموضوع ينحل، وأتمنى أنا أبادر يعني هذا الموضوع خلص أتمنى ينحل. شكراً. إن شاء الله. ان شاء الله على طاوله هاتريك نحل الموضوع بينك وبين الكابتن ولي كريم. شكرا جزيلا لك كابتن محمد. اني يعني مباراه القوه الجويه ونفط البصره، هذه المباراه طبعا انتهت بفوز فريق نفط البصره. هارد لك لجماهير القوه الجويه، مبارك لفريق نفط البصره. هذا هو الهدف كابتن شاكر. طبعا هي الهدف، هي المباراه اليوم كلها غريبه، هذه غريبه من ناحيه عدم حضور الجمهور، غريبه حتى باداء لاعبي فريق القوه الجويه. تحس انه نازلين اللاعبين اليوم الجويه نزلوا نوعا ما محبطين من سبب سوء ادائهم في مباراه السابقه مع الزوراء. أي. فكان المفروض اليوم ينزلون اكثر اندفاع واكثر روحيه حتى ينتقل للصداره، عكس فريق نفط ميسان تحول من مركز 11 الى مركز الثامن. شوف اهميه المباراه ايش قد مهمه. فاعتقد ذهنيا واستقرار للمباراه وقراءه المباراه كانت لنفط البصره افضل. هي مباراه دون الوسط، ليش؟ ما صارت فرص حقيقيه لا لنفط الوسط لا نفط البصره ولا لنادي القوه الجويه. فالجويه كانوا لاعبيهم يعني نوعا ما عجلا بسبب الضغط الجماهيري اللي يطالبهم بالفوز. كابتن ابراهيم، طبعا اكيد انا اعتبرها نتيجه يعني مستحقة، لأن الفريق اللي يسجل هو يفوز. اليوم نفط البصرة صرارة أكثر، تنظيمة أكثر، تركيزه الذهني أكثر. حسب معلوماتنا أنه نادي القوة الجوية استلموا حتى الدفعة الثانية حسب ما عرفنا، المفروض كان الأداء يكون أكثر من هيك وتركيز أكثر. مع ذلك حاول كابتن قحطان كثير، زج حمادي، زج مهند عبد الرحيم، زج ما قالوا كل اللاعبين على مستوى عالي، ابراهيم بايش. الصراحه هاي كره القدم، لكن نتمنى انه نادي القوه الجويه يعود الى وضعه الطبيعي ان شاء الله. هذا ما نتمناه. تصريح لعضو الهيئه المؤقته لنادي القوه الجويه علاء محمد متابعه، وبعدها راح ارجع وياكم. استاذ علاء، هارد لك الخساره، الخساره شيء طبيعي بكره القدم، لكن اليوم شفنا عندكم اعتراضات على اداء الحكم داخل ارضيه الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني كره القدم هي فوز وخساره، الخساره وارده في كره القدم، لكنه مرات اكو شخص يتعمد يخسرك. يعني هذا انا ما اعرف مع احترامات الحكام شلون يردون يوصلون الكاس العالم، احنا نشجعهم، بس كابتن اكرم علي المساعد الايمن في كل مباراه مع القوه الجويه اذينا صراحه،
ركلتين جزاء واضحه وضوح الشمس. غيث معروفي كانت حاله، انتم شوفوها غيث معروفي وحاله لمس يد، وايضا اكو حاله يعني اشر اوف سايد كانت انفراده كان يجي من عنده هدف. نطالب من كابتن اكرم عوفنا بحالنا صراحه، لان اذانا يعني اكرم علي الموسى مو المباراه الاولى، حتى مباراه الكهرباء اذانا، مباريات سابقه حتى الموسم الماضي. فاحنا الى لجنه الحكام، كابتن اكرم اطلع من هذا الموضوع رجاء، دمرتنا والله. اسالك شنو مصلحه اليوم الحكم المساعد بتدمير القوات؟ ما اعرف، هو اسئله وجهي للسؤال. انتم شوفوا الحالات، شوفوا الحالات، ضربتين جزاء واضحه وواحده حسبها اوف سايد هي مو اوف سايد، يعني شلون الفريق يتوفق؟ شلون يفوز؟ احنا ما نقول لك الفريق، لا الفريق مو بافضل حالاته، فريق مو جيد، مو هذا مستوى، عندنا نجوم، عندنا لاعبين، مستوانا افضل، مستوانا بعد احسن، نقدم لازم، بس لكن الحكم اليوم صراحه دمرنا، الحكم دمرنا، وان شاء الله القادم افضل القوة الجوية. طيب انتقل الى جمهور الجوية بعد نهاية المباراة، شنو اللي قاله؟ خلينا نتابع. هسه تونس. مبارك الفوز، شلون شفت اداء الفريق اليوم؟ والله الطلبه ورا التوقف اول مباراه كان مو زين، بس الاداء مالته بتصاعد، واليوم مستوى شوطين احنا مسيطرين على المباراه. هذا مستوى الطلبه، هذا الانيق رجع استاذي. طوبه مدوره، راح من الوادي يكون نفوز نفوز، خساره. طوبه مدوره، هي دخلت للساحه انتهى، بعد جابوا جول، عندك شويه خلل، الخلل ثاني شوط الخلل شويه عمره زين حماد، يعني ضيع الرجال، يعني شو يسوي يعني رجال الولد هذا حده حمادي، يعني بعد ما يقدر يعني شو اسمه زين. اولا قحطان يا انت، قحطان يا لعبتنا ويا الزوراء، خليت الجمهور منهار على هاي السنة، والحمد لله والشكر ويا الزوراء راحت انحلت الشغله. هسه ويا نادي الطلبه غلب اثنين تجي تخسر ويا كابتن. من بدايه الموسم الحدث شنو الجويه سوى؟ كل شيء ماكو، لا لعب لا تكتيك زين، ما اكثر شو اسمه الفريق جاي يفوز بالجمهور، كل شيء ماكو لا اداء ولا كل شيء، اللواعب جاي يلعبون ضد قحطان، كفي لك العباس افضل، اذا ما يطلع قحطان الجويه ما تفوز بعد وما ادري شو يصير. القوه الجويه لا اداره لا مدرب، اللواعب قاعد يلعبون ضد المدرب، يردون يطلعون قحطان، وهي هاي اتفاقيه، ويا طايح بيها طايحين احنا الجمهور. زين لو هسه احنا قلبنا شعوط من وراهم، هم بسبب ما بسبب، هسه اللواعب راحوا للجمهور، الجمهور يشحتهم، كل اداء ما عندكم وكل لعب يعني كان كم ابد ما لاعبين طوبه، هسه انا اذا اسوي فريق شعبي منا من ذولي والحسين اغلبكم بي. والله العظيم هذا القوه الجويه، واللي يسمع بصوته قوه جويه هيك يظل يرجف، هاي اليوم هيك يلعب كل اداء ماكو. حتى لو اليوم الجويه فايزين فالاداء تعبان كلش، لا مدرب لا لواعيب زين. انتوا لواعيب البارحه انتوا مستلمين فلوس، انتوا البارحه مستلمين فلوس، ايش بيكم اليوم؟ ايش بيكم اليوم؟ شنو الموضوع مالتكم؟ يعني انت جرحتنا بلعبه الذوره وطلعت وياهم تعادلوا، الله نجانا من يوم عم الذوره، احنا الذوره شردنا من يومهم، والله جمهور الجويه شردنا من يومهم، جرحتني. انت غير داوينا هسه، انت قبل يومين متداوي، استلمت مستحقاتك كلهن وقفت بباب الملعب، ما العب، ما اتمرن، اعطوني مستحقاتي. اعطيناك اياها، تعال قدم لي، هسه انا اشتغل، ابو الشغل ما يعطيني فلوسي، ما يعطيني، اضرب، ما اقعد بالبيت، يخابرني يابا ليش قاعد؟ يابا ما اعطيتني اسبوعيتي، تعال هاك اياها، ثاني يوم اغيب. طيب شكرا لجميع المتحدثين. أنا وصلت إلى نهاية الحلقة، قلت تقول شيء كابتن على مباراة؟ لا كابتن أقول الجوية. يعني الجوية بعدكم دوري بعد لأربع أدوار ومرحلة ثانية بيتقلبات دورينا، في الفرق الجماهير لا مرحلة يعني لا يسون يفقدون الثقة، بالعكس خلوه قف ويا الفريق مالي حتى دعمه. طيب كابتن يعني هم نفس الحالة، يعني الجوية بعد 23 مباراة ومتصدر، يعني البعض من يتكلم يقول فريق لا، يعني هو متصدر، هو الجويه والزوراء والشرطه وطلبتها امن تحت الضغوط، نالهم التوفيق والنجاح داود. كل الفرق شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. وهسه قال لي بال 12 قاموا قلت له خابرنا ابو المولده، راح ينزل جوز، قلت له ابو المولده يريد. شكرا لك كابتن شاكر، شكرا لك كابتن، شكرا لك مشاهدينا، الى اللقاء. Get up, buddy.